يعني انا الحلو فيك انك انت مقتنع انك انت مو مال زواج. اوف يعني انا جيت حق ام الضغط ولا الصداع نصفي يعني المره بعد مرتي شنو يبله؟ اي والله الجلطه احتمال بنت الحلال خلها. اي والله دائما لما تقول لي بنت الحلال لا تظلمها وياك. يعني من داخل صراحه زعلان يعني شلون لما متى تتخرج؟ متى تتوظف؟ متى تتزوج؟ تزوجت اوكي؟ متى تجيب عيال؟ ما احب هذا السؤال. على الله يعني. لأن اليوم الجو وايد حلو مثل ما أنتم قاعد تشوفون، فحبينا أن ننزل نسولف مع الناس وندردش. موضوع وايد خفيف أدري مو عوايدي، بس كسرة الروتين. سلام، يعطيك العافية. ها متزوج؟ اي نعم. يوم قبل ما تتزوج كانوا يحنون عليك متى تتزوج؟ يعني شو كنت ترد عليهم؟ إن شاء الله سلك لهم. إيه سلك. إيه تمشي معهم طبعا أكيد. والحلو ياهم والله تزوجت بعد خلاص. ضايقك هذه الأسئلة من الناس والمجتمع؟ أكيد 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 نص بعد. لا بالعكس شيء حلو. أنت إذا سألك عادي عندك؟ إذا حد سألك بقول التشكو. ليش أنت شكو؟ ليش ما تجاوبين عادي؟ أوكي ما تخرجت خلاص ينتهي الموضوع. لا ما حد يسألني هالسؤال. هذا الفضول شلون نعالجه؟ والله أقوله مالك شغل. وقف لنا هذا ولا شنو؟ تعال تعال تعال. متى تتزوج؟ انت رقم 50 من اللي سألوا تقريبا عديتها وانت رقم 50. اخذت معاكم ما اخذت وياكم ما ادري، درعمت عليكم ما درعمت الله اعلم، بس سكوتكم يقول اخذي معنا، والسكوت علامه الرضا. الناس قاعد تفكر بالحظر، الناس تفكر ان الدنيا راح توقف بعد الساعه 8، والناس تفكر وتفكر وتفكر. فلما انت تنزل تسوي شيء خفيف شويه تغير جو الناس وتغير حتى نفسيتك، وانا بعد اغير نفسيتي ان ابعد شويه عن المشاكل. غطيت شوي عن المنطقة العمياء. أكثر فئة تضرر من هالأسئلة البنات ولا الشباب؟ لا الشباب أكيد. شنو؟ البنات. أي والله وايد. والبنت تي تحطم من نفسها، حسبالها إنه يصير فيها عقدة نفسية من داخل، حسبالها إنه، وخاصة لما يقول لها يلا تزوجي بتعنسين بيصير فيك بيصير فيك. ما لا حرام، البنت هي أكثر واحدة متضررة من السؤال. هذا إحراج يعني لها، خاصة إذا هي تبي مسؤولية وتبي عيال، هذه صعبة عليها. ما تقدر إنه ما تقدر يعني صعبة. الريال أي وقت يقدر يتزوج واحدة وثنتين وثلاثة، بس البنت ما تقدر، لأن سبحان الله القرار هو عند الريال مو عند البنت. إيه هو اللي يقدر يتزوج وقت ما يبي، لكن البنت ما تقدر تتزوج وقت ما تبي. هو المجتمع يتيح حق الناس إنه يسألون هالسؤال، بس لما تروحين برا اختلاف ثقافات طبعا. لما تروحين برا مثلا دول أوروبية ولا بأمريكا ترى صعب السؤال، مو من حقك إن تسألين السؤال. توافقني الرأي أن بعض المرات الأم أو الأبو لما يحنون على عيالهم تزوجوا أو متى تتزوجون من باب خوف وحرص؟ هي غريزة. الأم والأبو يبون يشوفون عيال الولد، يبون يفرحون فيه، يبون يستانسون يشوفون أحفادهم ويعيشون وياهم. الأم والأبو شيء، والأسئلة من الأصدقاء واللي صروا لك شيء ثاني. هذه أسئلة شخصية. لا معلش. خط أحمر. نعم أنا أشوف أن مثل ما الريال بيكون نفسه، المرة بعد بتكون نفسها ثقافياً علمياً اجتماعياً. طبيعي من حقها. لو سمحت ليش كنت قاعد تضحك؟ حبيت الفكرة هي مسويتها. شنو هي الفكرة؟ الورد والمكان، وأنت شفتك أنا أشوفك على إنستغرام. أوكي. أشوفك في الجليب بتصورين وبالمناطق، مواضيعك وايد حلوة صراحة. اليوم حبيت أكسر الجو والمشاكل اللي دائما اصورها وانزل الشارع مع الجو الحلو اليوم. اي زين تسوين صراحه. تغير شوي. صح صح. زين متزوج؟ انا للاسف لا. يسالونك متى تتزوج؟ وايد الحين 30 بعد، يعني سؤال كل يوم. طبعا الموضوع اليوم كان وايد خفيف ولطيف بعيدا عن المشاكل، حبينا شويه ندردش مع الناس، وما بقى يمكن الا تقريبا ثلث ساعه وكل شيء يسكر. فاخذت قهوتي، راح ناخذ شيء ناكله لانه ما يمدي. سلام عليكم. السلام. شلونك؟ الحمد لله.